في الفيديو ده يا جماعة هنحط على موبايل ريلمي سي 17، يعني هنقول العيوب اللي قابلتنا بكل جراءة ومن غير ما نخاف ولا أي حاجة، علشان طبعا نقدر نبين للمستخدم الموبايل فيه عيوب ايه، لو حب يشتريه يشتريه او لو ما حبش يشتريه فما يشتريهوش. والنهاردة طبعا معانا موبايل ريلمي سي 17، والسلسلة دي هيكون اسمها ما عجبنيش، فأتمنى ان انتوا تقولي لي رأيكم في السلسلة دي هيكون ايه، ولو حابين ان احنا نكملها ونعمل الموضوع ده في موبايلات جاية كتير ياريت تكتبولي كمل يا عمرو. فان شاء الله بإذن الله هنبدأ الفيديو دون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، معكم عمرو. فيديو جديد هتكلم فيه عن موبايل ريلمي سي 17 او العيوب اللي موجودة في موبايل ريلمي سي 17، فيلا بينا نبدأ الفيديو. اول عيب طبعا هتكلم عنه في الموبايل ان الموبايل بيجي بمعالج قديم نسبيا، هو كوالكوم سناب دراجون 460، وطبعا انا ما كنتش متخيل ان ريلمي ممكن تحط المعالج القديم ده، كانت على الاقل حطت معالج احدث شويه اللي هو كوالكوم سناب دراجون 460. وطبعا يعني احنا بنناشد ريلمي ان هي تدي معالجات افضل من كده في الموبايلات علشان تدي المستخدم تجربه اداء افضل في الموبايلات اللي جايه. اما عن العيب الثاني اللي قابلني في موبايل ريلمي سي 17، فطبعا كاميرات الموبايل ضعيفه الى حد ما، لان هنا زي ما انا قلت كانت الكاميرات اربع كاميرات 13 و8 و2 و2، والكاميرا الاماميه بدقه 8 ميجا بكسل، فالكاميرات طبعا تحسها ضعيفه لما هتجرب الموبايل، مش هتقول ان طبعا دي الجوده اللي انا كنت اتمناها او انا كنت عايز جوده اداء افضل من كده في الموبايل. فطبعا انا بناشد ريلمي ان هي تدي تجربه اداء برضو افضل للكاميرات علشان المستخدم يقدر يستمتع وهو بيجرب الموبايلات بتاعتكم. اما عن العيب الثالث اللي قابلني في موبايل ريلمي سي 17 ان الموبايل ما بيجيش بمايك ثانوي او مايك لعزل الضجيج والضوضاء، وده طبعا في الوقت الحالي عاده عيب كبير، لان في ناس كتير بتصور فيديوهات بره، فوارد ان انت وانت بتصور فيديو بره بيكون في نويزي او بيكون في دوشه كتير حواليك. فطبعا انا بناشد ان الفئه دي يا جماعه لازم برضو يتحط فيها مايك ثانوي او مايك لعزل الضجيج والضوضاء. اما عن العيب الرابع اللي موجود في موبايل ريلمي سي 17، طبعا ان الموبايل ما بيجيش بلمبه اشعارات، ودي حاجه برضو عادت من الماضي، لان وارد ان انا بكون بشحن الموبايل او بعيد عن الموبايل فيجي لي اشعار او نوتيفيكيشن وما كنتش شفته، فببقى محتاج ان في حاجه تنبهني ان في اشعار فايتني، فبرضو دي حاجه من الماضي المفروض يكون موجود في الموبايل لمبه اشعارات. اما عن العيب الخامس اللي موجود في موبايل ريلمي سي 17، فطبعا الموبايل بيجي من غير سماعه في العلبه، ودي طبعا عادت من الحاجات اللي مؤذيه للمستخدم، ولكن استنى الجديد ده، الموبايل هيجي من غير كمان شاحن الفتره اللي جايه، لان في شركات كتير هتركب الترند بعد ابل ما عملت، وشاومي صرحت ان الموبايل الجديد بتاعها هينزل من غير شاحن. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ممكن تلاقي حد جايب لك الموبايل وبيقول لك اتفضل ده الموبايل بس، ولا في حتى كرتونه ولا ضمان ولا اي حاجه. ولغايه كده يا جماعه بكون وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وطبعا دي السلسله الجديده اللي انا قلت عليها اللي هي سلسله ما عجبنيش، ودي سلسله انا بتكلم فيها عن العيوب اللي قابلتني في الموبايل. فاتمنى لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي بعد كده، وتعمل لايك وشير للفيديو، ويا ريت تكتب لي كومنت علشان تفرحني وتقول لي ان السلسله عجبتك علشان اقدر اكمل فيها واعمل فيديوهات اكتر عن ما عجبنيش، واقول لك العيوب اللي قابلتني في التليفون. وان شاء الله يا جماعه هيكون في تغييرات كتير الفتره الجايه في القناه علشان نقدر نبسطكم اكتر، وان شاء الله كمان هيكون في جيف اواي كبير وحقيقي، فان شاء الله كله يا ريت يشترك علشان يقدر يشارك في الجيف اواي دون، وربنا يقدرني واقدر اساعدكم باذن الله. واخيرا وليس اخيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت، واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. اشترك في القناة وفعل زرار الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو.